إذن نتابع الآن مؤتمر صحفي للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، نتابع. ويستخدمون المواطنين كدروع بشرية، هم اجتمعوا لتنظيم تخطيط عمليات واحتلال مناطق في الجليل وقتل مواطنين إسرائيليين شبيه بما نفذته حماس في 7 أكتوبر. الاقتراقات الذين اغتلناهم اليوم قادوا منذ 7 أكتوبر هجمات على مواطني إسرائيل وخططوا هجمات أخرى. أنا عقيل هو رئيس قوة العمليات لحزب الله وقائد وحدة رضوان، وهي قوة النخبة لحزب الله، ومن خلال مهمته وكان مسؤول عن عمليات إطلاق الصواريخ والمضادات للدروع والدفاع الجوي وغيرها، وهو قاد ووجه إرهاب في 2019 وعملية مجدو في 2023 وتسلل إلى دولة إسرائيل وغيرها، وهو كان مسؤول عن التنظيم في الخارج ووجه ولديه، هو مخرب عليه دم كثير على يديه وقتله، مسؤول عن قتل الكثيرين، وهو مطلوب لدى الولايات المتحدة ودفعت ملايين الدولارات لرأسه. نحن نقدر وعلى جاهزية عالية في الدفاع والهجوم، نتعقب التطورات، وفي هذه المرحلة لا تغيير في توجيهات الجبهة الداخلية، سنطلعكم على كل تعديل وتغيير بشكل فوري. إلى جانب ذلك نطلب منكم إبداء اليقظة والانتباه، هذه فترة متوترة، نحن نقاتل على أكثر من جبهة، أعداءنا يحاولون وسيحاولون تحدينا. 11 شهر نحن نحارب بإصرار من أجل تحقيق كل أهداف الحرب في غزة أولاً، وفي بداية كل شيء تفريق قوة حماس وإعادة كل المخطوفين إلى إسرائيل، وفي الشمال خلق أمن وإعادة السكان. الجيش يعمل وسيعمل على الدفاع عن دولة إسرائيل في كل مكان يطلب منه. الأسئلة، القناة 13، كيف يؤثر ما يحدث في بيروت على غزة؟ الاغتيال في بيروت هو من أجل الدفاع عن مواطني دولة إسرائيل. إبراهيم عقيل كان قائد كبير والأقرب إلى نصر الله، وكان فؤاد شكر وتم اغتياله، وهو عقيل يتم اغتياله. هؤلاء الأشخاص الأقرب إلى نصر الله والذين يخططون يوم بتوجيه ضربات في الشمال ضد إسرائيل، وهو إبراهيم عقيل الذي يكون بذلك كل يوم اغتيل. نحن ومنذ 8 أكتوبر هم يشنوا حرب على إسرائيل، لذلك نحن نعمل بشكل فيه مبادرة وإصرار وتصاعد يوم بعد يوم. إلى جانب ذلك لا أمام أعيننا غزة، هناك مخطوفين لدولة إسرائيل، ونحن مصرون على تفريق قوة حماس. وهذه الليلة وفي كل الساعات الماضية نعمل بإصرار وحزم في غزة لتحقيق هذه الأهداف، وسنواصل العمل على ذلك. القناة 12، لماذا يجب على ماذا يجب أن يستند الجمهور الإسرائيلي في الأيام القادمة؟ كما قلت، في هذه المرحلة لا تغيير في التعليمات. إلى جانب ذلك نحن في أيام متوترة مشدودة، هناك من اليمن وحدث صاروخ، ويمكن أن يحدث أشياء أخرى ربما تحدث من الجبهة الشمالية. نحن نلتزم بإطلاع الجمهور بشكل فوري على كل تغيير في الجبهة الداخلية. أنا سأكون موجود وسأجيب على وأطلعكم على كل تغييرات تحدث. إسرائيل اليوم 200 صاروخ في يوم واحد، هل هناك تصعيد؟ اليوم كان هناك 200 إطلاق، وهذا خطير جدا. نحن هاجمنا اليوم من كان مسؤول عن هذه الصواريخ والتهديدات، إبراهيم عقيل مع قادة آخرين من قوة الرضوان، وهناك على الأقل 10 قادة اغتيلوا. نحن نتحدث عن قادة يخططون كل يوم صواريخ المضادة للدروع،
والصواريخ الصوت شلات كان رشت بيت من أجل تغيير الواقع. שאלת כאן 11. هل نصر الله على قائمة الاستهداف؟ בעיניים פקוחות, כאשר אנחנו מבינים שזה יכול לגרום למלחמה כוללת. אנחנו מבצעים מערכת מערכת. וهذا قد يؤدي إلى حرب شامل. רק היום הרמטכ"ל קיים. نحن نجري تقدير موقف متواصل. اليوم كان رئيس الأركان لديه جلسة تقدير موقف في الوزارة. ونحن في حرب منذ 7 أكتوبر. نحن نركز على أهداف الحرب وهي تفريق حماس وإعادة المخطوفين والعمل بإصرار وحزم في الشمال لتغيير الواقع الأمني وإعادة السكان. هذه هي الأهداف التي وضعت لنا من المستوى السياسي. نحن نعمل أمام الأهداف التي تم وضعها وسنواصل ذلك. إذن كانت هذه الكلمة للناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، والذي تحدث بأن هذه العملية اليوم هي لمن وصفه بقال هاجمنا من كان مسؤولا عن إطلاق الصواريخ، وقال بأنه تم استهداف أو اغتيال 10 من قادة فرقة الرضوان التابعة للحزب، وأنه هذه العمليات مستمرة لتغيير وإحداث تغيير للواقع الأمني لإعادة السكان في الشمال. وأيضا عندما تحدث عن هذه الاستهدافات وهذه الغارة لهذا اليوم، قال وصف بأنه منذ البداية هم من كانوا ينفذون هجمات على مدنيين في إسرائيل، وقال نركز على أهداف الحرب وتغيير الوضع في الشمال. وتحدث أيضا بأنه لا يوجد أي تغييرات أو تعليمات تعطى من حيث الجبهة الداخلية أو ما الذي يجب القيام به. إذن مستمرون في هذه التغطية من الحدث مشاهدينا. وأفادت مصادر مقربة من حزب الله بمقتل مسؤول العمليات في حزب الله إبراهيم عقيل من جراء غارة إسرائيلية استهدفته عصر اليوم في ضاحية بيروت الجنوبية. المصادر مصادر الحدث تشير إلى أن عقيل هو الشخصية الثانية في الحزب وتولى هذا المنصب مؤخرا بعد اغتيال مسؤول عمليات حزب الله سابقا فؤاد شكر بعملية إسرائيلية مماثلة مؤخرا. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بمقتل 8 أشخاص وإصابة 59 آخرين جراء القصف الإسرائيلي على ضاحية بيروت اليوم، فيما أفاد الدفاع المدني اللبناني بفقدان عدد كبير من الأشخاص نتيجة انهيار مبنيين سكنيين في ضربة اليوم. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربة محددة الهدف على بيروت، مشيرا إلى أنه ليس هناك تغيرات في إرشادات الدفاع الخاصة بقيادة الجبهة الداخلية في الوقت الحالي. ضربوا يا شباب الضاحية هلا. يا شباب هون على الجاموس، على الجاموس حد القائم. إذن من هو إبراهيم عقيل الذي اغتالته إسرائيل في ضاحية بيروت اليوم؟ نتابع.
أكد البيت الأبيض أن واشنطن منخرطة في جهود دبلوماسية مكثفة لمنع تصاعد حدة الصراع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، مضيفا أن الحل الدبلوماسي في الشرق الأوسط هو أفضل طريق للمضي قدما. البيت الأبيض قال إنه يبذل كل ما في وسعه لمحاولة منع وقوع حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل، مشيرا إلى أنه لم يجري اختار واشنطن مسبقا بخصوص الهجمات الإسرائيلية على بيروت. من جنوب لبنان ينضم إلينا المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، أهلا ومرحبا. كيف تقيمون اليوم هذه العملية، هذا الاستهداف الذي أعقب يومين من الاستهدافات للبيجر والأجهزة اللاسلكية لحزب الله؟ ما المتوقع وما الذي يجب أن تقوم به القوى الدولية ربما لتخفيف حدة وسخونة المشهد؟ نعم، نحن نشعر بقلق بالغ إزاء هذا التصعيد الذي نشهده، ليس على امتداد الخط الأزرق الليلة الماضية وصباح اليوم من خلال تبادل كثيف لإطلاق النار، وكذلك الأحداث التي وقعت في الأيام الماضية فيما يتعلق بأجهزة البيجر وكذلك الوكي توكي. والأمين العام للأمم المتحدة عبر عن قلقه إزاء ذلك. ما ينبغي التشديد عليه هنا هو أننا ما شهدناه خلال الأحد شهر الماضية يثير قلقنا، لأن ذلك قد يؤدي إلى صراع أوسع. كافة الأطراف يجب عليها أن تتحلى بأكبر قدر من ضبط النفس، والمجتمع الدولي كما تفضلت يعمل دون هوادة في هذه الظروف لخفض التصعيد، وقوات اليونيفيل تقوم بدورها في جنوب لبنان لخفض التصعيد هناك، ولكن نحتاج أيضا لالتزام الأطراف للتوصل إلى التسوية. المجتمع الدولي يمكن أن يساعد، لكن هذا يتطلب أيضا الالتزام بعدم توسيع رقعة الصراع. إذا ما كانت الولايات المتحدة هي من بيدها الضغط على إسرائيل، وإيران كما يقال هي أيضا التي تستطيع أن تضغط على حزب الله، هل نتوقع أن يكون هناك نوع من المسارات الدبلوماسية في هذا الخصوص تجنبا لوقوع المزيد ربما من الأحداث والتصعيد وبالتالي اتساع رقعة الصراع التي يخشى منها الجميع؟ ليس ثمة مسار آخر، المسار الوحيد هو المسار الدبلوماسي وكذلك التسوية السياسية لهذا الصراع وهذه الأعمال العدائية. وكما ذكرت فإن الأطراف الفاعلة مثل الولايات المتحدة والدول الأخرى تعمل لتجنب صراع أوسع، ولكن أيضا أعضاء مجلس الأمن الدولي تعمل في هذه الساعات لخفض التصعيد. لدينا في جنوب لبنان القرار 1701 الذي واجه تحديات كبيرة، لكن الواقع هو أن التنفيذ الكامل للقرار 1701 هو الجواب والحل. المشكلة بالنسبة لهذا القرار هو فقدان الالتزام لعدم وجود التزام، ويجب أن نعود إلى التزام الأطراف لتنفيذ هذا القرار. هل تتوقعون بعد هذا التصعيد وهذه الأيام التي شهدت هذا المنعطف حقيقة بمجريات الأحداث أن يكون هناك ثقل وجهد دولي أكبر يحدث تغييرا ما ويذهب إلى الحلول الدبلوماسية؟ هل هذا متوقعا؟
بالتأكيد، لأن الصراع أوسع سيكون كارثة ويكون له تداعيات كارثية ليس بالنسبة للبنان وإسرائيل فحسب، ولكن للمنطقة بكاملها. والأطراف على دراية بذلك لا يمكن تحمل صراع أوسع، لذلك من الأهمية بمكان أن يعمل المجتمع الدولي دون كلل للتوصل إلى حلول أو أنصاف حلول للتوصل إلى ربما هدوء والعودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل 7 أكتوبر، وليس هناك حل عسكري. الحل الوحيد المتاح هو الحل الدبلوماسي. جئت على ذكر نصف الحل أو أنصاف الحلول، كيف تتجلى هذه الحلول التي تكون ليست كلية بل مجتزأة؟ ما طبيعتها؟ نحن ننظر في أي نوع من الوساطة أو العملية التي سيكون بوسعها توصل إلى نهاية لهذه الأعمال العدائية وهذا العنف الذي كان مدمرا بالنسبة للمنطقة، مع مقتل المئات في لبنان وكذلك الدمار الكبير الذي سجل على امتداد الخط الأزرق. لا نزال نراقب الوضع ونعمل على امتداد الخط الأزرق لنزع التصعيد. وطبعا رئيس بعثة اليونيفيل وقيدها العام الجنرال لازارو عمل بالاتصال مع الأطراف لمحاولة خفض التصعيد في هذه الأيام. من متابعتكم لهذا الملف وطبيعة ربما المواجهات ما بين الجانبين، هل نحن اليوم في مشهد مختلف لم يسبقه مثيل في السنوات الماضية، أم أنه حدث شيء مماثل لهذا وتم تجاوزه؟ طبعا الوضع الذي شاهدناه منذ 11 شهرا وفي الأيام الأخيرة مختلف عما شاهدناه في الشهور الماضية. كما قلت، الساعات 24 الماضية شهدت زيادة في أعمال العنف، وكذلك تبادل إطلاق النار على امتداد الخط الأزرق الذي شهد قتال عنيف الليلة الماضية. الوضع مختلف بالتأكيد، لذلك نعمل للضغط على الطرفين من أجل التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس، لأنه لا يمكن تحمل أي صراع أوسع في المنطقة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من جنوب لبنان المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تنانتي، شكرا. خلال زيارته للقيادة العسكرية الشمالية، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتزي هليفي إن الجبهة الشمالية ستشهد هذه الأيام تطورات مهمة في المواجهة مع حزب الله، وذلك بالتزامن مع الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية. من بيروت ينضم إلينا الدكتور رئيف خوري، أستاذ محاضر بالقانون الدستوري والعلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور رئيف. أين نحن الآن؟ إلى أين سيذهب هذا المشهد؟ تصريحات كثيرة، استهداف عقيل، وأيضا وفقا للإعلام الإسرائيلي بأنه أو وفقا لأكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأنه تم القضاء على كامل القيادة العليا للرضوان وعددهم 20 قائدا بالإضافة إلى عقيل. ما المتوقع الآن؟ لم يعد الموضوع موضوع تطبيق 1701 أو أي حلول سياسية أو دبلوماسية أو حلول حبية. اتجهت الأوضاع نحو العمق ونحو مسألة وجود
أن ما يجري اليوم سواء في الضاحية الجنوبية أو في جنوب اللبناني وفي البقاع الشمالي وفي استهداف كثيف بغارات تتجاوز 100 غارة في اليوم الواحد وضرب المخازن وضرب المستودعات والقيادات، أصبح الأمر يتعلق بالوجود. هل يا ترى يبقى هناك ميليشيا موازية للدولة اللبنانية وللجيش اللبناني على الأرض اللبنانية، أم لم يعد الأمر مسموح بأن يكون هناك مجموعة موالية لإيران تجر لبنان وتجر المنطقة إلى أهداف وأجندة إيرانية لا علاقة لها بها، لا علاقة للبنان بها، ولا علاقة لفلسطين بها، إنما الشماعة أو الشعار هو مساندة غزة، ولم يبقى من غزة أو من حكم حماس والجهاد في غزة أي أثر، وبالتالي إن الاستمرار في العناد والاستمرار في القول بأننا لن نوقف إطلاق النار هو هذا هو البيت القصيد، وهذا هو المأزق. المأزق الذي يعيشه اليوم حزب الله هو أنه لا يستطيع الاستمرار مع هذه الخسائر التي تطال فرقه وقواعده وتنظيمه ومخازنه وجيشه وتنظيمه بالكامل، وبذات الوقت لا يستطيع أن يتوقف لأن الأجندة الإيرانية تضعه في بوز المدفع لكي تتفاوض مع الإدارة الأمريكية ومع الغرب عامة حول مواضيع وأجندة إيرانية لا علاقة للبنان بها ولا علاقة للقطاع قطاع غزة بها، تتعلق بمواضيع البترول وتصدير النفط والموارد النفطية وأسعار النفط، وتتعلق بالتخصيب النووي وبالعلاقة مع روسيا والحرب الأوكرانية وتصدير السلاح واستعادة الانتاج النووي التخصيب النووي إلى داخل إيران إلى ما هنالك من مشاكل إقليمية ودولية. وما مجيء بازاشكيان والإتيان ببازاشكيان كرئيس لجمهورية إيران مع الفريق العمل المنضوي تحت رايته وتصاريحه بأنه يمد اليد إلى الإدارة الأمريكية وأصبح الأمريكي أخ للإيراني، هذا كان آخر التصريحات التي صدرت من بازاشكيان. وعليه هذا التصريح ربما تتم قراءة الكثير من المواقف التي من الممكن أن يحكى بها بشكل مستقبلي. يقال بأن إيران من الممكن إذا ما أرادت تحقيق بعض المطالب والغايات لها وتغيير أوضاعها، لأنها ربما أرهقت من العقوبات أو الحصار المفروض عليها، فهي تضحي حتى بأذرعها، يعني حين ما يستدعيها الأمر إلى ذلك. موضوع أنها تمنع حزب الله من استخدام الصواريخ البالستية، وهي لا تريد دائما تقول أن تتسع هذه الرقعة، وهو يأكل الكثير ويتلقى الكثير من اللكمات والضربات القاسية، ألا يعتبر بأنه ضحي به؟ يعني هل هناك تضحية به أكثر من ذلك من قبل إيران؟ إيران تستعمل جميع الأدوات من الحوثي مرورا بالحشد الشعبي وبالزينبيين والحسينيين والفاطميين وصولا إلى حزب الله ووصولا امتدادا إلى حماس والجهاد، وقود في الأجندة الإيرانية. إيران لا تعير أي اهتمام لأي تنظيم من هذه التنظيمات، وتعتبر بأن إنشاء هذه التنظيمات كانت لدرء الأراضي الإيرانية والجغرافيا الإيرانية عن أي اعتداء، وأيضا قاوموا أنتم وقاتلوا ونحن نقطف ثمار قتالكم ونضالكم وجهادكم ونتفاوض مع الولايات المتحدة حولكم وحول جهدكم وحول بلدانكم. وهذا ما تفعله مع حزب الله اليوم عندما تستمر بدفع حزب الله بحرب المساندة وبحرب الإشغال وحرب الاستنزاف التي تحولت استنزاف لحزب الله واستنزاف للشعب اللبناني وللبيئة اللبنانية ولبيئة حزب الله في الجنوب،
تستعمل حزب الله للقول لأمريكا أن إما أن تتفاوضوا معنا وبشروطنا وأن تلبوا بعض شروطنا، وإلا سنضطر نحن لاستمرار حرب الاستنزاف من جنوب لبنان نحو شمال إسرائيل. إنما هذا الموضوع يتطلب أيضا أن تكون إسرائيل قابلة، وللأسف إسرائيل غير راضية بهذه الشروط وغير راضية بهذا الوضع، ولا تتطلع أبدا إلى تطبيق 1701 الذي لم يعد يلبي حاجة إسرائيل، وبالتالي تتطلع إلى مسألة فرض هدنة طويلة كما جرى من العام 2006 حتى أواخر العام 2023 أو كما 17 عاما، أو أن ترجع أن تعيد فرض ميزان قوى جديد وسياسة الردع ليس فقط تجاه حزب الله كما جرى مع سوريا وكما جرى مع العراق. تفرض هذه السياسة سياسة الردع وسياسة فرض ميزان قوى جديد على إيران، وإن ما جرى في طهران من اغتيالات ومن إعدامات وأيضا من إصابة أصفهان وجوار أصفهان وما جرى في الحديدة وما يجري في العمق اليمني هي أدلة على أن إسرائيل لم تعد ترضى بهذه الحلول النصفية، لأن الموضوع يتعلق بوجود إسرائيل ككيان، وأن الهجرة من شمال إسرائيل من جنوب لبنان إلى الوسط أو من جنوب إسرائيل إلى الوسط سيقود حتما فيما بعد إلى هجرة من إسرائيل إلى خارج إسرائيل، وهنا لب الحديث، لأن إسرائيل كيان قام أساسا على الهجرة من الخارج إلى الداخل، ولا تستطيع إسرائيل تحمل هذا الوضع الشاذ. طيب تفضل بالبقاء معنا دكتور رئيف. أيضا ينضم إلينا من بيروت العميد وهبي قطيشة النائب السابق في البرلمان اللبناني، أهلا ومرحبا بك معنا. سيد وهبي، فعليا لو كانت إيران تريد أن تصعد أو ترد، أو ربما كانت باستطاعتها أن ترد، لكانت ردت على استهدافات تعنيها بشكل خاص. اليوم إلى أي حد الموقف الإيراني وعدم الرد بالشكل الذي كانت تتحدث عنه وتتوعد فيه أعطى ربما إسرائيل حرية التصرف أكثر وعدم الدخول في حسابات معقدة وتخوفات من ردود الفعل قبل القيام بهذه الاستهدافات على الأيام الثلاثة الماضية؟ مساء الخير إليك ولضيفك وللمشاهدين. طبعا في عالم الحروب والعسكر عندما تحصل الحروب بين الدول كل فريق يعرف ماذا يمتلك الفريق الآخر من إمكانيات عسكرية، على الأقل في حدود 80 أو 90%. في عالم الاستخبارات إسرائيل تعرف جيدا ماذا يمتلك، ماذا تمتلك إيران من أسلحة وماذا يمتلك حزب الله من أسلحة. لذلك إيران أنا أعتقد بأنها تحولت خلال هذه الحرب على مدى 11 شهرا أنها تحولت إلى نمر من ورق. هي كل العالم يفكر أنه إيران عندها أسلحة متطورة وبإمكانها إقامة توازن مع دولة مثل إسرائيل أو مع أي دولة تاني جارة، مع العلم أنه هذا أمر غير صحيح. حتى بالحرب العراقية الإيرانية قبل 40 عاما لم يكن لديها الإمكانيات. هذا أولا. ثانيا، حسب الله منظمة سرية مسلحة، لا أحد يعرف ماذا يمتلك من أسلحة. هو يقول أن لديها أسلحة شاهد وماهد وبعرف شو ودقيقة وغير دقيقة، وهذا كلام لا معنى له عسكري إلا إذا ظهر عمليا في الميدان. حتى اليوم لم يظهر أي شيء في هذا الميدان على مدى 11 شهر، وهو يتعرض كل يوم تقريبا للإهانات والضرب ومن قبل الجيش الإسرائيلي، ولم يحصل أنه أقام ردة فعل محرزة أو لها قيمة عسكرية فعالة نقول أنه والله عمل ردة فعل. هو يقول أن توازن الردع بينه وبين إسرائيل، توازن الرعب بينه وبين إسرائيل، بس هذا كلام فارغ ما له معنى عسكري. حتى بالأمس لما حصلت هيدي المجزرة من 3 أيام 4 أيام شفنا خطابه لحسن نصر الله امبارح،
يعني كان على شو؟ أول شيء رحلة معنوية، ثاني شيء أنا ما بدي رد، ما بدي رد، وقال صراحة ما بدي رد، وثالث شيء وعد إسرائيل أنه بحرب 100 سنة، يعني حتى زوال إسرائيل، يعني الشيء اللي بيلامه هو أنه بده يعمل حرب استنزاف ومناوشات و و و هيدا بيلام حزب الله لأنه هو الفريق الأضعف، وهيدي كل المنظمات المسلحة عندما تكون بالموقع الأضعف بتفضل حرب المناوشات لأن حرب المواجهة المباشرة وهيك بتقضي عليها، بينما إسرائيل كما قال ضيفك لا يمكنها العيش مع حرب استنزاف طويلة الأمد. أول شيء صار ل 11 شهر هيدي حرب مفتوحة، وبعدين سبقها قبل على مدى 18 سنة مناوشات ضربني وبضربك وتقلني وبقتلك، هيدي ما فيها تعيش معها كدولة. لذلك اليوم أنا بعتقد إسرائيل مصممة إنه مشان شمالي إسرائيل سلما أو حربا بدها تنهي القصة نهائيا، يا إنه الدولة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها وبتصفي هي مسؤولة عن هالوضع بجنوب لبنان ومرة لكل المرات، يا إنه إذا ما صارت سلما بدها تصير حربا، والحربا أنا شايفها متدرجة إلى 4-5 أيام عم تتهدد عم بيهدد الإسرائيلي من كذا يوم، بس من 4 أيام لهلا بيني عم تتدرج وعم نحو التصعيد تمهيدا لعمل ما. هلا شو العمل الما ما حدا بيعرف، قد يكون 100 شغلة وشغلة، يعني دائما العدو بيعمل شغلة ما أنت ما بتنتظرها، وإلا ما إلا معنى إنه يعمل يعتمد على عنصر المفاجأة في عملياته. أول شيء عنصر المفاجأة إما بالأسلحة إما بالجغرافيا إما بعمليات خاصة إما في كتير مجالات للأعمال إذا بدك اللي إلى طابع المفاجأة وبتأثر على العدو مين ما كان يكون. لذلك أنا بعتقد الوضع الحالي إيران ما فيها تعمل شيء. إيران آخر يمكن أكبر زراع عسكري لها هو حزب الله، بس تبين أنه زراع عسكري للمناوشات، بس أولاً بيناوش على إسرائيل على حدود إسرائيل لحتى إيران تفاوض، بس بذات الوقت يتحكم بالساحة اللبنانية. هدفه الأساسي التحكم بالساحة اللبنانية ومصادرة قرار الدولة اللبنانية لصالحه والسيطرة على لبنان لاحقاً من هلأ لعشرين ومئة سنة يمكن. لذلك هذا هدف مستحيل التحقيق، وقد ما جاب أسلحة لا هو ولا إيران ما في حق. لذلك على كل الأحوال لا إيران فيها ترد، وشفنا لما صار عندها العملية بالشام، ولا حزب الله كمان شفنا الرد على فؤاد شكر شو عمل، يعني كليته فرقاع بفرقاع كان من هونيك ولا من هون. لذلك أنا بعتقد لازم الدولة اللبنانية كحكومة لبنان تحسم أمرها وتقول أنا سيدة هذه الأرض، أنا طيب سيدة هذا الشعب. لنتحول بهذه الجزئية إلى الدكتور رئيف، الدولة اللبنانية يجب أن تحسم موقفها وتقول أنا سيدة هذه الأرض كدولة لبنانية. اليوم فعليا هل بيد الدولة وأصحاب القرار أن يقوموا بهذه المهمة؟ فعليا هل لهم رفاهية الخيار هذا بالذهاب له؟ هل يسمح الحزب ومن هم ربما لهم الكلمة الأقوى في لبنان بالذهاب إلى هذا السيناريو؟ الحكومة اللبنانية غائبة كليا، والحكومة اللبنانية ليست إلا صدى لما يريده حزب الله. لقد أثبت رئيس الحكومة اللبنانية مرات عدة أنه لا يصرح ولا يتصرف ولا يأخذ أي قرار إلا بعد استشارة حزب الله وموافقة حزب الله، كما أن وزير خارجية لبنان ليس بوزير خارجية لبنان، إنما هو ناطق رسمي باسم حزب الله. وبالتالي هذه الحكومة وإن كانت حكومة تصريف أعمال لا تأتي أي أعمال إلا خدمة لحزب الله وللثنائي أمل وحزب الله، وبالتالي لا يمكن الركون أو الطلب من هذه الحكومة إلا أن تستحي، إلا أن تخجل من ممارساتها التي الفاقعة. لم يمر لبنان منذ الاستقلال حتى اليوم
بمرحلة كانت الحكومة اللبنانية غير مستقلة، كانت الحكومة اللبنانية أداة بيد حزب بديل أو حزب موازن للسلطة اللبنانية والذي هو بيد إيران، وكانت الحكومة اللبنانية ولم تكن الحكومة اللبنانية مرة من المرات خجولة لهذه الدرجة ومتخاذلة لهذه الدرجة، والتي تخدم جميع الأهداف الميليشياوية القائمة في البلد. وبالتالي ما نطلبه من الحكومة هو أن تخجل ليس أكثر، لأننا لا نطلب منها، لا تستطيع أن تلبينا في المتطلبات الحياتية لا في الكهرباء ولا في الماء. دكتور رئيف، يعني إذا ما كانت الحكومة ليست باستطاعتها أن تحدث تغييرا، تغيير نعم، من أين التغيير سيأتي؟ تغيير سيأتي التغيير عندما يرى العالم، المجتمع الدولي، بأن الخسائر التي تحيط بالبحر الأحمر والخسائر التي تحيط بالحوثي والخسائر التي تحيط بسوريا والنظام في سوريا والحشد الشعبي في العراق والخسائر التي أدت إلى انهيار حكم حماس في القطاع والخسائر التي تلحق بإيران هي التي ستجبر طهران على إعادة النظر في تخفيف قبضتها عن لبنان عبر قبضة حزب الله على مقاليد السلطة في البلد. وبالتالي أن صحيح من مسؤوليتنا نحن في الداخل أن نتكاتف وأن نقف وأن نصمد وأن نعمل من أجل التغيير، إنما أيضا بمساعدة المجتمع الدولي الذي عليه أن يرى أن المتغيرات في المنطقة هي لغير صالح إيران، وأن إيران دولة ضعيفة إنما تتصرف كدولة قوية، بينما أمريكا مثلا دولة قوية تتصرف كدولة ضعيفة. وبالتالي أن هذه السياسة المعتمدة منذ أيام باراك أوباما ومرورا بحكم بايدن، وإذا انتخبت كمالا هاريس ستستمر مع كمالا هاريس، لبل سنرى الأسوأ. هنا بيت القصيد أن ليس الداخل فقط مسؤول عن التغيير في لبنان، إنما الداخل بمعية الخارج، ولنا في ذلك مثال. عندما كانت سوريا تحتل لبنان وعندما قتل رفيق الحريري، تم التعاون ما بين الداخل والخارج وأزيل الاحتلال السوري بعد 30 عاما، ولنا أمثلة أكبر من ذلك على الصعيد الدولي. وهل ينسحب هذا المثال على العناصر التي تشكل المشهد في هذا اليوم؟ نعم، ينسحب هذا المثال. إن خطاب الخميس نهار أمس، عندما نرى ونسمع كيف تطور خطاب السيد نصر الله منذ 11 شهر حتى اليوم، نجد هذا التراجع. في بداية 7 تشرين كان خطابه خطابا هجوميا، في أدار ونيسان وأبريل تحول إلى خطاب دفاعي، نهار أمس كان خطاب وجودي، هل يبقى حزب الله أو لا يبقى حزب الله. وبالتالي علينا أن نرى هذه المشاهد من الحديدة، من عند الحوثي، مرورا بالقطاع، مرورا بالضفة الغربية، مرورا بجنوب لبنان، بحياد سوريا وبتحييد سوريا وبتحييد العراق، وصولا إلى الضربات الموجعة في أصفهان وحول أصفهان والاغتيالات في طهران. فقط اسمح لي أن أشير إلى هذا العاجل نقلا عن الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية إلى 12 قتيلا و66 جريحا، بينهم 9 حالتهم حرجة. إذن عدد القتلى مرجح للارتفاع في الساعات القادمة نظرا لما أفادت به الصحة اللبنانية. سيد قطيشة، يعني من خلال إجابة الدكتور رئيف، كأنه يعني عندما تسمع هذه الإسقاطات أن الدولة اللبنانية ليس باستطاعتها شيء، لا أحد بإمكانه أن يقوم بأي شيء إذا ما كان هناك إرادة
سواء من الجانب الإيراني إرادة هي خرجت من عنده نظرا للمعطيات وللموازين المختلفة اليوم على الأرض، أو بضغط ما على إيران. إذن إيران هي التي تؤثر على حزب الله، هي التي تؤثر على الحوثي، وبالتالي على الهجمات في البحر الأحمر وما إلى هنالك من هذه الفصائل. هل فعليا اليوم كل هذه الملفات تعود من حيث إنهائها أو تهدئتها إلى إيران؟ طبعا 100%. إنما بدي لمح لشغلة قال الدكتور كوري، معه حق 100%. وأنا لما قلت إنه هذه الحكومة بعرفها، هذه الحكومة هي صنيعة حزب الله، بس إنما لما صارت الحرب أنت حكومة بدك تصيري مسؤولة عن كل لبنان، وكأنه كل الشعب اللبناني أعطاك هذه الصلاحية، وليس حكومة تصريف أعمال فقط بيد حزب الله. أنا عم بطلب منها تتصرف وطنيا كمسؤولية عن كل هذا الشعب اللبناني، لأن بالأزمات حكومات التصرف أو حكومات الموقتة بتصير حكومة جامعة، ما عم تتصرف كحكومة جامعة، لأنهم بينقصهم كتير من الوطنية، كتير من الوطنية ما بيطلع بإيدهم شيء، لأنهم ما بيسترجوا يدقوا على الطاولة ويقولوا له لحزب الله تعالى هون نشوف شو عم تعمل، بينما هندي المسؤولين عن الأرض. طبعا اليوم اللي عم بيحرك كل هيدي الأزرع هي إيران، سواء كان في غزة أو في عند الحوثيين أو بجنوب لبنان، إنما بالعراق الحكومة العراقية يمكن عم تمنع، عم تأخذ صلاحيات لتمنع هالشيء. اليوم طبعا إيران أخذ شماعة قضية فلسطينية كل العالم بيأمن فيها ونحن على رأسها، بس اخدتها شماعة لحتى تسيطر على العالم العربي. يعني بتروح بتقاتل بشباب عربي من لبنان والعراق وسوريا وحماس واليمن لحتى هي تعمل سياسة. لم يهدر دم واحد إيراني على الحدود مع إسرائيل، سوى أنه هي بس أنتوا بتموتوا أنا بتجري بدمكم. يعني حول الشباب هذا العربي إلى مرتزقة لصالح إيران، كل يطلع بيعملوا ضد مصلحة بلادهم إنما لصالح إيران. طبعا إيران هي عم بتفاوض عنهم، بس الذنب مش ذنب إيران، الذنب نحن الشعوب تبعنا، نحن كشعب لبناني مثلا كيف قبلانين إنه هيك يصير مع إنه هي الحزب الله يسيطر على الدولة. نحن كطلبنا 100 مرة الحكومة تاعتا نشوف لنسائلها بعد ما بلشت الحرب، ما كانوا يستجيبوا لطلبنا كنواب، طلبنا من رئيس مجلس النيابة مساءلة الحكومة، كمان ما حدا استجاب لطلبنا. ليه؟ لأنهم كلهم خايفين وقاعدين مع حزب الله. لذلك هذا الوضع أنا برأيي اليوم إيران عم تفاوض، إيران عم تستثمر هودي الشباب، إنما الحق على الشعوب يلي قاعدة مع هودي الأزرع العسكرية وما بتوجهها. طب اليوم هذا التغير سيد قطيشة، هذا التغير بس مثل بسيط، مثل بسيط، قلنا سنتين بلا رئيس جمهورية، سنتين بلا رئيس جمهورية، نعم، الثنائي الشيعي أقلية عم بيعطل الانتخابات معلوم، هذا الوضع معلوم وليس كما ذكرت منذ سنتين الفراغ الرئاسي، نعم. ولكن اليوم جئت على نقطة مهمة، اليوم هذا التغير الذي وصفه البعض بالتكشف لإمكانيات الحزب، إلى أي حد يؤثر على طبيعة البنية والاحتواء، يعني البيئة التي كانت تحتوي ربما هذا الفكر أو هذا الحزب، إلى أي حد ستتأثر بما حدث، بعدم المقدرة على الرد، بعدم المقدرة على الحماية، بعدم وجود الإمكانيات التي من خلالها ربما يأتي البعض ويحتمي بها أو يقتدي بها أو يتوعد بالأحلام والأفكار التي لربما رددت شعاراتها؟ اليوم هناك متغير، كيف سينعكس؟ سينعكس سلبا جدا 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 على البيئة الحاضنة للحزب. أولا الحزب لم يتمكن من حماية قياداته ولا قيادة ولا منظومة القيادة والسيطرة يلي هي أساس كل شيء فيه، كل شيء بعمل عسكري هي منظمة القيادة والسيطرة. وقت اللي هو انهارت هيدي المنظمة وانهار وقتلوا القيادات الوسيطة أو جرحوا أو صاروا خارج القتال، يعني عم يحكوا عن 7500 إصابة يوم انهار الثلاثة والأربعة. وقت اللي بيفشل هالقد وبيرجعوا بيصيبوا
القائد الميداني اللي رئيس أركان هذه العمليات اليوم بالضاحية وبعد خروجه من المستشفى بالساعات. كيف بده أولا المواطن بيقول لك يا أخي لا حماني، وإذا واحد قاعد ببناية يمكن من حزب الله البناية كلها راحت، بتبطل العالم تقعد مع واحد من حزب الله. لذلك معنويا اليوم ما بيقدر يستوعبها القصة، الحزب قد ما يطلع ويكابر ويعمل ما بيقدر، لأن في ناس عم بيموتوا، عم بيموتوا بكثرة يعني مش بشوي، مش إنه والله قتل على الجبهة وجبناه، وقت اللي بيستهدف 4000 جهاز 4000 شخص دفعة وحدة، وتاني يوم ما بعرف شو، وهلأ القائد ومبارح بجنوب لبنان 70 غارة من طيران حربي على جنوب لبنان مع تدمير كل، إنه آخر شيء الناس بدها تعمل ردة فعل. هلأ اليوم بيعطي شوية أموال بيجرب يرفع المعنويات، بس عم بيجينا أصداء إنه كلهم مستقين من هيك عمل، لأن ما بقى يقدروا يتحملوا. وشو قلوا العلاقة بغزة؟ صاروا عم يحكوا نحن شو دخلنا بغزة طالما هيدا البلد لبنان بلدنا وعم بيصير فيه هيك وما عم تقدر تحمينا، والوعد الصادق ولذلك هذا بينعكس كتير كتير سلبا على البيئة الحاضنة لحزب الله. طيب دكتور رئيف، يعني كنا نتحدث عن دور ربما الدولة ما باستطاعتها أن تقوم به. اليوم الأنباء حول زيارة أو توجه ميقاتي في زيارة إلى نيويورك كيف تفهم؟ وفعليا هل من الممكن أن يعول عليها بشيء؟ سبق ميقاتي رئيس جمهورية، آخر رئيس جمهورية للبنان، أن زار نيويورك وخطب وهو غاف ونائم مع صهره على طاولات الأمم المتحدة. وهذه الزيارات المتكررة سواء من رؤساء جمهوريات سابقين أم من رؤساء حكومات ووزراء خارجية سابقين لا قيمة لها، هي فقط لنوع من الاستجمام ولرفع الصوت. إنما أي صوت؟ صوت حزب الله وصوت إيران، وسابقا كان صوت النظام السوري أيضا. وبالتالي هذه السيارات لا تغني ولا تسمن عن جوع، وبالتالي هذه زيارات سخيفة. من الأفضل أن يبقى رئيس الجمهورية مع شعبه، مع شعبه ومع أبناء بلده، وأن يتطلع إلى حاجاتهم الطبية والمعيشية والاستشفائية، وأن يساوي بينهم. وهناك مثال، مثلا إذا استشهد الجندي اللبناني من الجيش اللبناني في جنوب لبنان على يد إسرائيل تقبض عائلته 25 مليون ليرة، يعني 250 دولار في اليوم، بينما تدفع الحكومة اللبنانية لمن يقتل من عناصر حزب الله 20,000 دولار. هنا هذا التعامل غير المتساوي ما بين اللبنانيين الذي يقوده نجيب ميقاتي والذي تقوده الحكومة الحالية والمفروضة على الحكومة اللبنانية من الميزانية العامة. هنا بيت القصيد، أليس الذهاب إلى نيويورك لن يجلب تطبيق أي حل سياسي؟ لأن المسألة ليست في نيويورك، وليست لدى نجيب ميقاتي، وليست لدى عبد الله أبو حبيب، إنما المسألة هي في طهران. طهران تمنع حزب الله من وقف إطلاق النار، وحزب الله لا يستطيع وقف إطلاق النار رغم الخسائر التي يتكبدها. وبالتالي هناك يجب أن يكون من مسعى سياسي أوروبي موحد وأمريكي وروسي وغيرهم بالضغط على إيران لوقف مغامرة حزب الله التي يخوضها في جنوب لبنان، والضغط عليه للقبول بوقف إطلاق النار وتطبيق أي حل سياسي تسعى إليه كل الدول الأوروبية والغربية وآخرهم الرئيس ماكرون الفرنسي. وبالتالي عليه أن يعيد
سماعه إلى الحلول السياسية والحلول الدبلوماسية. لنرى ما الذي ستكتبه الأيام القادمة في هذا الملف. شكرا جزيلا لك من بيروت الدكتور رائف خوري، أستاذ محاضر في القانون الدستوري والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا. وأيضا الشكر لضيفنا من بيروت العميد وهبي قطيشة النائب السابق في البرلمان اللبناني، شكرا. قتلة جوا، قتلة جوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اوف وهون حد الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. من تل أبيب ينضم إلينا علي واكد الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي، أهلا ومرحبا بك معنا سيد علي. كان هناك كلمة للناطق باسم الجيش الإسرائيلي قبل قليل من الآن، وتحدث عن الاستمرار وللوصول لتحقيق الأهداف. في اليوم ما الذي يقال في إسرائيل؟ ردود الفعل وأصداء هذه العمليات التي استمرت لليوم الثالث على التوالي. نعم، إسرائيل مرتاحة جدا من نجاح هذه العملية، اغتيال عقيل ومجموعة من قيادات الصف الأول في وحدة الرضوان وفي المجلس العسكري والجهادي لحزب الله بحسب هجاري. طبعا عقيل ومن معه كانوا مسؤولين عن القصف اليومي الذي يطال البلدات الإسرائيلية في الشمال. هذا يعني التغيير الذي أعلن عنه قبل أيام وزير الأمن الإسرائيلي حينما قال أن ثقل العمليات سيوجه الآن إلى الجبهة الشمالية، نرى ترجمته الفعلية على الأرض. يبقى السؤال، هل سيرد حزب الله وسيذهب إلى الملعب الذي تريد إسرائيل جره إليه، وبالتالي تكون إسرائيل يعني ستذهب إلى الحرب الواسعة التي تعهدت للولايات المتحدة أن لن تذهب إليه؟ هذا ما سننتظر ونرى. حتى الآن هناك ترقب في إسرائيل، يعني حالة الاستنفار سواء في الأوساط، أوساط الإسعاف وأوساط الطوارئ هي الأعلى، التي تحاكي إما حربا واسعة وإما زلزال وهزة أرضية. ولكن يعني هناك شكوك في إسرائيل، هل سينجر حزب الله في هذه المرحلة؟ أمس أنه سيختار التوقيت المريح له. في إسرائيل يتحدثون عن أنه تم توجيه ضربات قوية لحزب الله، تم إذلال حزب الله، ولكن يبقى السؤال، هل الحزب سيرد بالطريقة التي ستمكن إسرائيل من توسيع رقعة العمليات القتالية دون أن تلام أمريكيا بأن هي التي جرت المنطقة إلى الحرب الواسعة؟ طيب فعليا يعني إسرائيل اليوم ألا تحقق الكثير من الأهداف والتطور والتقدم وامتلاك العديد من الأوراق من خلال هذه العمليات؟ يعني سواء في ضربات البيجر أو اللاسلكي أو حتى اليوم في هذا القائد، وهي تقول أيضا نقلا عن مسؤول إسرائيلي تقول أكسيوس يقول بأنه تم القضاء على كامل القيادة العليا للرضوان وعددهم 20 وفقا للموقع الأمريكي. ألم تحقق الكثير؟ يعني هل هي فعلا بحاجة لأن يقوم الحزب بردة فعل وبالتالي يعطى الجانب الإسرائيلي المجال أو يعطى السبب لأن يقوم بحرب أوسع؟ يعني رغم زخم العمليات الإسرائيلية في الأسبوع الأخير، إلا أنها في حقيقة الواقع تندرج في إطار ما يعرف بقواعد اللعب. يعني إسرائيل اغتالت قيادات، هي لم تطال ضرباتها، لم تطال منشآت أمنية، منشآت مدنية عفوا، وبنى تحتية مدنية، هي في إطار قواعد اللعبة. هؤلاء الأشخاص الذين يقودون الحرب ضد الجيش الإسرائيلي وضد مواطني إسرائيل في الشمال هم الذين يتم استهدافهم، وهي تحرص في هذه المرحلة
على هذه المعادلة، مع الارتقاء في كل مرة درجة من حيث هوية الأشخاص الذين يتم استهدافهم ومن حيث نوعية العمليات. ولكن إذا ما عدنا للأهداف، لم أسمع أنه في أهداف الحرب الإسرائيلية اغتيال وتصفية وتفكيك حزب الله كما هو الحال بالنسبة لحماس. الأهداف المعلنة للحرب الإسرائيلية على الجبهات كانت حتى قبل أيام تفكيك قدرات حماس في الجبهة الجنوبية والإفراج عن المختطفين. الأسبوع الماضي تم إضافة هدف إعادة نازحي الجنوب الإسرائيليين إلى بيوتهم، وفي إطار تحقيق هذا الهدف يعني نقرأ هذه العمليات الإسرائيلية. قال وزير الأمن وقال قائد الأركان وقائد المنطقة الشمالية، إسرائيل مصمم على تغيير الواقع. ماذا يعني الواقع؟ تغيير الواقع يعني إعادة السكان إلى بيوتهم وإبعاد قوات حزب الله إلى ما بعد الليطاني. هل هذه العمليات كثافتها توليها هل هي كفيلة ب يعني إرضاخ وإجبار الحزب على يعني وقف الربط بين جبهة غزة وبين جبهة الشمال؟ هل سيسمح الحزب أو سيخفف النيران بحيث يسمح بإعادة النازحين؟ هذا هو السؤال، أو عمليا هذا هو الهدف الذي من غير الواضح هل سيتحقق بعد هذه العمليات. أعتقد أننا بحاجة لمزيد من الوقت، وللأسف لمزيد من الكثير من الدم والضحايا، ربما ليعيد أحد الأطراف حساباته بشأن الثوابت التي أعلنها. طيب، كان هناك أيضا تصريح لمسؤول إسرائيلي يقول لا توجد خطوط حمراء حاليا وهدفنا ملاحقة حزب الله. حقيقة ليس الإنهاء وإنما الملاحقة، وربما هذه النقطة التي أتيت على ذكرها بأنه منذ البداية لم يتم الحديث كما كان يتم الحديث عن حماس وقادة حماس. إذن السيناريو المتوقع، قلت ستكون هناك ربما الأيام القادمة تشهد على ما الذي سيحدث للعقلية والذهنية الإسرائيلية وأنت مطلع عليها، ما هو الأكثر ترجيحا في الأيام القادمة؟ المزيد من الضربات التي نشاهدها، المزيد من المحاولات لجر حزب الله ليغير قواعد الاشتباك بحيث تكون يعني يدي إسرائيل حرة طليقة للرد بشكل مكثف أكبر، ربما يؤدي من ناحية إسرائيل للضغط الشعبي على حزب الله، للضغط من الأوساط اللبنانية. هذا الضغط الذي كانت إسرائيل تأخذه في حساباتها وتعتقد أن الشارع اللبناني سيثور ضد حزب الله، أن الأصوات المعارضة لحزب الله ستلعب دورا أكثر فعالا. ولكن على ما يبدو هذه الجزئية لم تتحقق من حسابات إسرائيل، ولذلك نرى تكثيف الضربات. يعني بتنا نرى أن بيروت يعني أصبحت يعني هدف مشروع. الثلاثاء تم استهداف البيجرات أيضا في منطقة بيروت، والأربعاء كذلك، والاغتيال اليوم. وأعتقد أن ضاحية بيروت ستستمر لتبقى في مرمى الأهداف الإسرائيلية، علما بأن إسرائيل تذكر وتضع أمام عيونها ما حدده أمين عام حزب الله في الأسبوع الأول للحرب، معادلة تل أبيب مقابل الضاحية. فهي الضاحية للمرة الخامسة تستهدف، ولم نرى أن تل أبيب دخلت في مرمى نيران حزب الله. في حال يعني ذهب حزب الله لتنفيذ هذه المعادلة، أي استهداف تل أبيب، حينها لن تبقى هناك ضوابط، حينها لن تبقى إسرائيل مكبلة بالقيود التي وضعتها الإدارة الأمريكية. السؤال، هل الجبهة الداخلية مرة أخرى، وهذا هو السؤال الكبير في إسرائيل، هل الجبهة الداخلية التي منذ نشأة الدولة الإسرائيلية لم تعتاد على حرب مع جهة تمتلك الترسانة التي يمتلكها حزب الله؟ شكرا جزيلا لك، كنت معنا من تل أبيب علي واكد الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك. إذن هذه التغطية مستمرة مشاهدينا، زميلتي لارا نبهان تصحبكم على رأس قم على اللقاء.
شباب الضاحي هلا. يا شباب هون على الجاموس، على الجاموس حد القائم. هيدي هون حد القائم. هاي هلا في غاز، انتبهوا. شباب ورانا الغارة، هياها هون. نحكي هيا قدامي قدامي، هيا الضربة قدامي، خلاص ما عادش حدا يسألني وين ودي قلي، خلص الضاحي.